موسم استثنائي، موسم اعتقد كله نجاحات بشكل كبير جدا رغم الصعوبات. خلينا نتكلم مع حضرتك كمان مع نهايه الموسم ومباراه طلائع الجيش، الرؤيه الفنيه اللي حضرتك شايفها لمباراه طلائع الجيش في ظل ان موسيماني في خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا بيضم اكثر من 8 او 9 لاعبين من تحت السن قطاع الناشئين، اللي حضرتك كمان هتكلمنا عن الشغل الشاغل للكابتن ماهر همام. يعني هو طبعا مبروك وهيبقى يوم عيد بالنسبه لي، انا رايح يعني فعلا رايح الاستاد رايح الاستاد عشان نتفرج بقى على الختام الجميل دوت، موسم جميل للنادي الاهلي. مجلس اداره طبعا هنبارك له، جمهور النادي الاهلي العظيم، اللعيبه، كل الناس اللي اشتغلت في المنظومه الرياضيه، هيبقى يوم حافل بنختم بيه. انا شايف انه برضك الراجل بدا يعني قطاع الناشئين، وانا شايف عمرو قبل ما اطلع اتكلم على قطاع الناشئين، والنهارده فرصه ان عمرو انور بالخبرات ديت، ياسر رضوان، يهاني موجودين، وانت كنت قبل كده موجود في قطاع الناشئين، فالخبرات دي بتاثر بشكل كبير جدا على قطاع الناشئين. كلكم اتعلمتوا، كلكم درستوا، كلكم جايين من مدرسه النادي الاهلي، فالحاجات دي بتفرق جدا يا هاني. سام، وجود الخبرات في قطاع الناشئين هتسهل لنا مأمور الراجل ده ان احنا نقدر نطلع زي ما كان عمرو بيتكلم، هنطلع عناصر مباشره خلال الفتره القادمه. وانا عايز اقول لك ان توقيت طلوع الناشئين ده برضك بيبقى ليه توقيت ومعايير بشكل كبير. انا شايف برضك لجنه التخطيط بتشمل نجوم كبار، اذا كان كابتن محسن صالح او كابتن محمود خطيب او زكريا، فعندهم درايه بشكل كبير جدا في الجزئيه دي. فالنهارده التنسيق اللي بين قطاع الناشئين وبين الجهاز الفني الفريق الاول ده المطلوب، ان هما المتابعه. زمان يعني عشان كان الجزيره لمانا كلنا، ما كانش فيه بقى فكان بنتفرج بقى احنا شايفين ان هاني رمزي ده جاي واعد من قطاع ناشئين، الجهاز الفني موجود واللاعبين حتى كلنا عارفين بعض، يعني عارفين اللعيبه من قطاع ناشئين. احنا كنا بنخلص يعني تمريننا مثلا بيبقى الدوريه الساعه 12 وتتفرجوا على ويبقى الفريق الاول نازل على الساعه 3، واحنا خارجين يعني بيبقى لحظات الواحد بيفتكرها دلوقتي يعني بلحظات جميلة جدا جدا جدا. وعايز اقول لك حاجه هاني، تحس بالدفء الحقيقي، يعني احنا كلنا الفريق الاول لكن عارفين هاني، عارفين كوردي، عارفين حسام، عارفين طارق ابو زيد، عارفين بعض في مكان واحد وعايز اقول لك كمان لو تفتكر يعني ماتشات الاهلي والزمالك في الناشئين كنا بناخد الجزم بتاعت اللعيبه الكبار، يعني انا مثلا كنت اروح لمصطفى يونس نفس المقاس فاخد جزمته عشان العب بيها مباراه الزمالك. يعني التعامل اللي بين اللعيبه الكبار واللعيبه الصغيرين حتى في اللبس حاجه يعني كان برضه ليه طبعا نوع خاص بتدينا ثقه بشكل كبير. يعني نجومنا الكبار اللي احنا مثلنا الاعلى، لما كنت تروح بقى تقول له عشان مباراه الزمالك عايز بقى البس جزمه يعني اديداس وشكلها عامل ازاي منوره عشان تطلع في التلفزيون وانا كنت فاكر الجزمه اللي بتلعب بيجي المخ اللي بيلعب لا ذكريات جميله طبعا. فطبعا يعني عايز اقول ان البيت الكبير في الجزيره بالذات كان بيبقى ليه عادات وتقاليد جميله. بعد فروع بقى النادي الاهلي والتطوير اللي حصل في الفروع مدينه نصر والشيخ زايد وبعدين التجمع، راح قطاع الناشئين لمدينه نصر. لكن زي ما عمرو قال في متابعه بشكل كبير جدا بين القطاع وبين الفريق الاول، هم بينقلوا لهم الصوره عن الولاد المميزين دول. ده من اول يوم حضر فيه موسيماني كمان.